تسمعوا أخبار الإذاعة الوطنية في كافة أنحاء العالم. كافة أنحاء العالم. على راديو ناسيونال بونتين. وتنجموا زادة. تحملوا تطبيق الإذاعة التونسية. على الأندرويد ولا على الإي أو إس. الأخبار. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، مشاهدين أينما كنتم، تحية طيبة وأهلا بكم. وحذر مجلس عمادة المهندسين من استفحال الأزمة الاقتصادية والسياسية في تونس. المجلس دعا رئيس الجمهورية إلى تشريك المنظمات الوطنية والهيئات المهنية لتجاوز هذه الأزمة. وفي تصريح للأخبار، دعا عميد المهندسين التونسيين كمال صحنون الفرقاء السياسيين إلى تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار السياسي. تناولنا في مجلس العمادة الفارغ الوضع الاقتصادي المتدهور، وهي المناكفات ما بين الفرقاء السياسيين. يلزم السياسيين هذوما يغلبوا مصلحة الوطن والمصلحة العامة على مصلحتهم الخاصة ومصلحة الأحزاب. طلبنا من المنظمات وخصوصا الهيئات المهنية على أساس أنه يقوموا بدورهم في تقريب وجهات النظر، على أساس أنه باش تخرج لنا حكومة ذات كفاءات عالية وتجم تنقذ الاقتصاد نتاع البلاد. يعني الفترة المقبلة إذا ما نعملوش عملية للإنقاذ تونس ماشي تصير لها كما صار لليونان بالضبط. والنقطة الثالثة، سيادة الرئيس عنده دور كبير ياسر لاختيار الشخصية الأقدر